رسول الله وهذا القاتل الى يوم فما بال الوقت الى وهو هذه وهو عزمها اذا كان عزما الى يوم ما هي شهد هتيبي او عندما هتيبي وهو اذا يوم تكفيه ان جون كنيها ولا نمويه الا المكبال وكما Yaurenda, Nadwa, Yawanu Kwaliya Sichoharu
yasiyeza yezungulie hata chanyo leba zozo zipi ya watu anuwewe jihati yu kete kwa panda na walevi wanukua chaka kutoka walevi shenye ya ila yeshe ine sisitu wa kujuyano anuwewe jihati yu watu esewe wa mwenye kwa wanuwewe shio katahadi manalaka nalaka kwa mkare ya olewa yotari yu rayona izowewe ya ule vishwe ama hawa kukufu hawewe jihati yu na watu mwenye إذن هذا هو نادم من هم الطالب وطالب وهذه مشكلة لو لا يقوم
وصول لنا الاولاد في رحم من تشاء تكون به ام لا يصبر الراضيه هذه الله لنهج القوي لامه الذين هدونا الورى والمواليه وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وشكرا. جزاكم الله عنا خيرا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وكتم قزي كم جو كاربيسا وكتبوات الأستاذ بن عثمان قاسم الشيخ حسن الحداد أبو جوار السومي وسيلة الشافي أستاذ بن فضل مشكورا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الله يا الله يا الله يا ملجا القاسم يا موثاه. بسم الله ولبنينا ولو شقينا يا حبذا عرب وحب دينا وحبذا محمد هدينا يا الله له ما كنا ولا بقينا إن دعنا تسلم من الله يا الله يا الله يا بنت القاسد يا حسين اللهم لولا أنت ما اهتدينا يا الله ولا صلينا يا الله ولا جاءوك مسلمين
صلى الله عليه وسلم أمة سيدنا
محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احرز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعز من ولاها وأعز من عاداها وبلغها من الفتح المبين والنصر العزيز في كل زمان ومكان غاية مناها. اللهم أيد بها شرعك القوي ودينك المبين وأدم عزها ومجدها إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا وصلى الله وسلم وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من إماما بهدي لدنك رؤية طيبة إنك سميع الدعاء. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإلى المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. حقصي دارتوني كوايو نوانا هايو واهي بقصة النور فليتفضلوا مشكورين.